سنيني. في عندي بس شجر التفاح بضلها توسخ، بظني انظف من وراها. في عندي كل اشي. في عندي بيت، في عندي ارض، في عندي كل اشي، بس ما فيش عندي اشي واحد. ما فيش عندي جناني زي جناني لبلو، او زي جناني جارنا هذا اللي باخر الشارع. في عندي جناني ملاني خضره، فيها كوسه وقرعه وكل اشي. وانا بس في عندي جناني تفاح، في عندي شجره تفاح بضلها توسخ، بظن انظف ورقها. اوف 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 اوف، بدي كون عندي جنيني، بدي كون عندي، بدي صير عندي جنيني، بدي صير عندي، بدي كون عندي جنيني، بدي كون عندي، بدي صير عندي جنيني، بدي صير عندي. زرعنا ناس كل الأجناس وأنا ما عندي غير الكياس، زرعنا ناس كل الأجناس وأنا ما عندي إلا نحاس. أوف أوف أوف، بدي كون عندي جنيني، بدي كون عندي، بدي صير عندي جنيني، بدي صير عندي، بحلم بجنيني أحلام بطيخ وشمام، بحلم بجناني أحلى فيها بطيخ وشمام، بحلم أحلام كبيرة بجناني كلها ألوان. أوف أوف أوف، بدي كون عندي جناني، بدي كون عندي، بدي صير عندي جناني، بدي صير عندي، بدي جنيني، بدي كون عندي، بدي صير عندي جنيني، بدي صير عندي. اوف 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 اوف، ما فيش عندي شيء. في عندي ملبن، في عندي، في عندي شجرة تفاح بضل توسخ، بظلني انظف من وراها. طيب اقبعها. ها؟ يعني اسلخها اسلخها، المهم انك تتخلص منها. واذا بتكبحها يا جارنا بيصير عندك احلى جنيني. جنيني؟ جنيني. انا طول عمري احلى من يكون عندي جنيني، بس ما فيش عندي شانس. شو دخلت الشانس بالموضوع؟ إذا أنت بتفكر إنه القضية قضية شانس، معناتها أنت غلطان. إيه؟ يعني شغلة ملهاش علاقة بالشانس؟ لا، ما هو شو ما بتزرع بتقلع. يعني مثلاً إذا إجا على بالك تزرع بك دونيس، بتجيب حبة دونيس، بترش الحبات وبترش مي، بعدها كمان يوم شو بيطلع؟ اسألني شو؟ شو بيطلع؟ بيطلع بطاطا. إيه؟ بيطلع ماكدونالدز. ماكدونالدز ماكدونالدز. ماكدونالدز. ليش انت كنت مفكر اشي تاني؟ ما هو واضح مثل الشمس، شو بتزرع بتقلع. بس الارض مش كل اشي بنزرع فيها. كيف يعني؟ يعني انا مثلا مره جربت ازرع، سالت حالي شو جاي على بالك تزرع يا زعتر؟ شو بدك تزرع يا زعتر؟ ومرة اجى في بالي انه ازرع. لا بديش اخرفكم، اسا بتصيروا تضحكوا علي. تخافش احكي. تخافش، مش رايحين نضحك عليك. احكي يا زلمة، شجعتنا نسمع. اكيد اجى على بالي يزرع بطيخ. بطيخ؟ لا مش بطيخ،
البطيخ بيطلع بس بالصيف، وانا لما فكرت ازرع الارض فكرت ازرعها اشي يطلع طول السنه مش بس بالصيف. لا عاد تشوفها كانت تزرعها. فكرت ازرعها بيض. وشو بنزرع؟ ابنكلا؟ بس مش بيض. وانت شو جربت مرة تزرع؟ انا؟ انت الا انا؟ جرب مرة يزرع كلسات. 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 هاي كانت تجربة. انا كنت شو ما بزرع بالارض بعد كم يوم كان يطلع. يعني مثلا اذا كنت عبالي ازرع كوسة كنت اجيب كوسة وازرع الشتلات. بعد كم يوم كان يطلع كوسة. شو قلت؟ بدل ما اضلني اغسل الكلسات بشيل كلسات وبزرع كلسات. وبعد كم من يوم بيطلع كلسات وهيك ببطل اغسل الكلسات. كلسات. معناته مش كل اشي بنقدر نزرعه بالارض. يا جارنا الارض بنقدر نزرع فيها حبوب، خضره، فواكه. لسه فهمت. قول انك بدك تفهمه انك انت بتعرف اكثر مني. انا بدي افهمه انه انا بفهم اكثر. لا هو بدي